متابعينا الكرام السلام عليكم، نلتقي بالأستاذ حسين الربيعي يحدثنا عن أضرار التمر غير الصحي. تفضل أستاذ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. التمر غير الصحي يقصد بأنه عملية وجود أرض واسعة مو عملية التمر بشكل صحيح، نعم، وتكون النفايات موجودة بها وتخرق يومية خاصة أيام تقريبا المغرب يعني أو خلال النهار، فهاي الحالة تولد غازات خاصة حقل البلاستيك يولد مادة ديوكسين، هاي مادة مسطنة، مادة سامة ممكن تبقى بجسم الإنسان فترة طويلة. أستاذنا بس تعيد لنا اسمها هاي المادة الكيميائية. دي هاي مادة سامة، نعم، ومادة يعني مؤثرة على صحة الإنسان وهي مادة مسطنة يعني بالدرجة الأولى. نعم. فهاي المادة هي تسبب آثار مو زينة بالمنطقة وتسبب مشاكل صحية، فالأفضل إنه ما يصير عملية حرق، يصير عملية طمس صحي، إنه أول شيء عملية فرز المواد القابلة للتدوير والمواد النفايات يعني الخردة عن النفايات. نعم. فالخردة يقصد بها المادة اللي قابلة للتدوير والنفاية اللي مادة غير قابلة للتدوير. يعني الحل التمر الدفن. الدفن بس بطريقة صحيحة. أول شيء لازم يكون اكو مادة تغطيه مادة بوليأثيلين بالتمر، وبعدين يطمر مواد غذائية كل 30 سنتيم وتفرز مادة فوقها بوليأثيلين أو طبقة تراب، وترد هكذا الآن ينتهي التمر ينتهي يغطى، هاي الطريقة الصحيحة هي. يبقى المواد القابلة للتدوير انه تروح معامل تعاد تدويرها او انه لا تحرق بظروف بحيث تؤمن انه عدم انتاج مواد سامه او مواد الديوكسيد. هذا بشكل ملخص انه بارك الله بك، ممنون يا استاذ حسين، الله يحفظك.